إذا مشاهدينا كانت هذه اللقاءات من الأقصر حول حادثة البالون الذي أسفر عن مقتل 19 شخصا. الآن ننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي الذي تعقده جبهة الإنقاذ حول مشاركتها أو مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة، فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى ترجم بعد كده. سيدات والسادة الحضور، بس يا زملاء كفاية يا زملاء عشان نبدأ. انعقدت جبهة الإنقاذ بكامل هيئتها ثانية واحدة في مقر حزب الوفد بيت الأمة من أجل أن نتدارس سويا موقف الجبهة من الدعوات المتلاحقة والتي تنال من استقرار الأمة ووحدتها وتنبت عن نية غير خالصة باختطاف مصر سياسيا واحتكار مؤسساتها والسيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة. قاومت الجبهة قبل ذلك الإعلان الدستوري الذي اقتصبه رئيس الجمهورية بإصدار الدساتير دون أن يملك هذه الصلاحية، وقاومنا الاعتداء على استقلال القضاء بإقصاء نائب عام وتعيين نائب عام بدلا منه، ورفضنا حصار المحكمة الدستورية والقوانين التي صدرت بمنع القضاء من أن يفصل في دعاوى تخص مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية. كما رفضنا أيضا محاولة الاستحواذ التي جرت على الدستور في جمعية تأسيسية غير متكافئة تم احتلال أعضائها واغتصاب الدستور. قاومنا أن نطرح الدستور للاستفتاء قبل الحوار عليه وقبل المشاركة المجتمعية. رفضنا أن نكون ديكورا لنظام يغتصب السلطة ويستولي عليها دون أن يمكن باقي شركائه في الثورة من أن يضعوا آرائهم ورؤيتهم لمستقبل مصر. ومنذ ساعات وفي الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن حوار مجتمعي حقيقي يضمن إنقاذ الأمة والوطن، يقيل هذه الحكومة العاجزة لنختار حكومة إنقاذ وطني ووحدة وطنية محايدة تدير شؤون البلاد بمعرفة ودراية وحيادية. طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويترك مجلس القضاء ليختار نائبا عاما يمثل النيابة العامة. طلبنا حوارا يضمن لجنة قانونية محايدة لإعداد الدستور ومراجعة كل المناطق الخلافية فيه ليعرض على استفتاء شعبي بعد ذلك. طالبنا بحوار
يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف المؤسسات الرئيسية وعلى الأخص جماعة الإخوان المسلمين. كل هذا رفضناه وطلبنا أن نتحاور عليه، لكنهم أبوا ودعوا فجأة وباغتيال للوقت وللدستور دعوة غير دستورية خالفوا فيها الدستور الذي وضعوه، فدعوا لانتخابات البرلمان المصري، ثم فوجئنا بدعوة للحوار حول ضمانات هذا الدستور، حول ضمانات هذه العملية الانتخابية. أي ضمانات يمكن أن نتحدث عنها اليوم وقد رفضتم حكومة محايدة تنفذ هذه الضمانات؟ أين ضمانات نزاهة الانتخابات إذا كان هناك احتواء واستيلاء واستلاب للسلطة القضائية؟ وكان رمزه اختيار النائب العام. أين الحديث عن النزاهة في ظل إجراءات قمعية وقتل وترويع لشهدائنا في كل مكان في مصر، وتضيع الأدلة وإخفائها حتى تسقط الجرائم، ما جرى في الاتحادية واحد والاتحادية اثنين، وما جرى في بورسعيد، وما جرى في السويس، وما جرى في الإسكندرية، وما جرى في القاهرة، وما جرى في الغربية، وما جرى في كل محافظات مصر تقريبا. كيف يمكن أن نأمن لحديث عن نزاهة الانتخابات إذا كانت الدولة المصرية تصمم على الاستيلاء على السلطة والاستيلاء على مقدرات هذه البلاد دون شراكة حقيقية، دون اعتراف حقيقي بأن مصر أكبر من أي حزب، ومصر أكبر من أي تيار، ولا يستطيع تيار سياسي وحده أن يدير هذه البلاد ولا أن يحقق أمانيها، وإنما الوفاق الوطني الحقيقي لكل قوى الشعب هي التي يمكن أن تحقق أمانينا في ثورة، في ثورتنا التي قمنا من أجلها بكل شعاراتها التي لم ينفذ منها شعارا حتى اليوم. لذلك كان اجتماعنا اليوم، هذا الاجتماع الذي تدارسنا فيه كل أسباب الدعوة للحوار وللعملية الانتخابية للبرلمان القادم، وقد درسنا كل الطلبات التي وردت إلينا من كل التيارات السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، ودرسنا كل الاحتمالات، وكان قرار الجبهة بالإجماع بما يلي: أولاً مقاطعة الانتخابات والعملية الانتخابية، لا شراكة ولا اشتراك، لا شراكة في الانتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية، لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ولا حكومة تطبق هذا القانون تكون محلا لثقة الناس، ولا انتخابات بغير استقلال حقيقي للسلطة القضائية ورفع الحصار الحقيقي المفروض الآن على المحاكم بالترهيب والترغيب من أجل تركيع القضاء، ولن يحدث هذا أبدا طالما الشعب المصري موجود. لن نشارك أيضا وبالإجماع فيما سمي بحوار اليوم بقصر الرئاسة، ونقول للرئيس مرسي: تحاور مع نفسك، تحاور مع حزبك، تحاور مع من ترى، لكن الشعب المصري لن يقبل أي حوار يفرض عليه موضوع وعنوان لا علاقة له بمصر
ولا بمستقبلها. إن الحديث اليوم حديث بلا جدوى، والحوار اليوم حوار بلا جدوى. نحن نقول لابد من مصالحة حقيقية للوطن، لابد من رفع الحصار عن مدن القناة، لابد من حماية سيناء، لابد من رفع المعاناة عن الجماهير، لابد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لابد من السيطرة على الأسعار، لابد من تحقيق أمان الأمة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، لابد تحقيق أمان الأمة في الاستقلال وفي الكرامة وفي سيادة القانون. بغير هذا لن نساير أي دعوة ولن نقبل أي حوار على جثث الشهداء وعلى إرادة أمتنا. عاشت مصر حرة ومستقلة. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت. طيب علشان الصحافه الاجنبيه for the foreign media I'd like to summarize what Mr. Sameh Ashour, the head of the lawyer syndicate, said. Basically, after a long debate of all points of views among the parties members of the National Salvation Front, the National Salvation Front has decided not to take part in the upcoming elections, the upcoming parliament elections, because we were not consulted about the election law, and also because all our demands have been ignored, topped by the formation of a neutral government, as well as the removal of the prosecutor general and the formation of a committee to redraft the constitution. So we decided to boycott the upcoming elections while explaining to the Egyptian people in detail why we took this decision. We also decided not to take part in the so-called dialogue the president has called for this afternoon, because in all previous dialogues, none of the agreements reached were respected, and also because we do not believe in taking part in a dialogue. We don't know its agenda, and we don't know the mechanisms of implementation. Thank you very much. أسئلة؟ نرجو إذا كان في أسئلة باختصار شديد. أسئلة لو سمحتم. ودون مزاحم. الحد الأدنى والحد الأقصى. نعم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. إذا مشاهدينا نقل